بداية تجاولي اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد المشروب اكثر اكثر من رائع لكل من يعاني من القولون العصبي بومزوي، وصفه مجربه ومضمونه في اسبوع واحد تهني من اي الم في البطن. السلام عليكم كبيدات جاولي، السلام عليكم يا احلى متابعين ديال قناه كوثر فلوكس. مرحبا والف مرحبا بالمتابعين ديالي الاوفياء، شكرا لكم على تعليقكم على هضرتكم الزوينه بحالكم اللي خطيكم عليا. شكرا لاي واحد كيشجعني، شكرا لبنات تطوان مراكش اكادير المغرب كامله وخارج المغرب والبنات المقيمين بالدول فرنسا اسبانيا. المهم لا نسيت شي حد يسمح لي، المهم تحيه لكل شيء، تحيه خاصه لشعب الجزائر على كلامه على الرقي ديالو في الهضره، اللهم بارك. شكرا والف شكر لجميع الناس اللي متابعيني واللي مشجعين القناه ديالي واللي بهم القناه غاديه بزاف لقدام لقدام. الحمد لله هادشي بالمصداقيه، هادشي بوصفات ناجحه، هادشي بالناس اللي استافدوا بزاف من بزاف ديال الوصفات، وتنكون فخوره وتنكون فرحانه. ولا بغيتوا اي كومونتير كيجيني على الناس اللي تشافوا نحطوا لكم ديما في صندوق الوصف او نحطوا لكم في المنتدى عندي على الرسمي. بزاف ديال لي كومونتير عارفين كل نهار شحال كيوصلوني في لي فيديو القدام اللي حطيت، شحال من واحد شافها، شحال من واحد عجبو زياده الوزن تزاد. المهم كل واحد راضي وهذا الشيء شرف ليا. داكشي باش اليوم ان شاء الله فيديو اكثر من رائع ولكن ماشي ديالي. تحيه خاصه للصديقه ديالي والام الصديقه ديالي، تحيه خاصه لخالتي عيشه، تحيه لها الام ديال الصديقه ديالي تبارك الله، وشكرا لهم داروا لي عرضه خاصه ليا وعرضت لي الصديقه ديالي وام الصديقه ديالي في البيت ديالهم. ما كرهتش كون شاركت معكم ولكن ما باش نحرجهم بالتصبر وداكشي عرفتوا. قلت لكم ما كرهتش كون صورت لكم داك الاستقبال، استقبلوني الله يكبر بكم. هذا شرف ليا انني امهات في الله هذاك الله تبارك الله وكيتابعوني وكيتيقوا في الوصفات ديالي. وقلت لك شحال من وصفه ديال الوجه دارتها، تحيه لها كبيره عتب الله القاسم. الا فاش تشوفي في هذاك لاج وكيتبعك يعني كتفرحي بزاف وكتشوفي التعليقات اللي قالتني وتصورتني في تليفونها. شكرا والف شكر من هنا وفرحتيني بداك الاستقبال، شرف ليا والله يكبر بكم. البنات هاد الام ديال الصديقه ديالي خالتي عيشه كانت كتعاني قالت لك 10 سنوات من بومزوي، وقالت لي اعطي البنات او ديري في القناه هاد الوصفه. صراحه معمرني ما عرفت المكونات ديالها، بعض المكونات اللي عرفتها ولكن شكرتها ليا بزاف. قالت لك ما خلات ما دارت شي عشوه، كيف قلت لكم كل واحد والدات ديالو اشنو كيوافقها. كاين اللي كيتوافقوا هاد العشبه وكاين اللي توافقوا هاد العشبه وكاين اللي يدير هادي وما توافقوش وكاين اللي 20 وصفه ما توافقوش حتى كيجيب ربي الشفاء على يد شي وصفه اخرى. داكشي علاش البنات ما تعجزوش، غادي يطلع لكم الدم ولكن ما تعجزوش. وصفه على وصفه خصوصا تيكونوا ماشي مكلفين طبيعيين، قراو عليهم انهم ماشي شي حاجه اللي غادي تضر بكم، يعني ما غاديش يأثروا عليكم على شي حاجه. كيف ما قلت لكم الكبائيه على الخلعه على انه مات الاخ ديالها الله يرحمه من هنا والله ينزل عليه الرحمه، وطلبت مني انني نشارك معكم ونعطيكم هذه الوصفه ولكن كلكم بغيتكم تدعيوا معاها واحد الدعيه. وقالت لك امنيتها تشوف المقام يعني تمشي للحج او لا عمره او لا شي حاجه، هذه من الامنيات ديالها. قالت لي قبل ما تموت الله يطول في عمرها والله يطول في العمر ديال الصديقه ديالي، يا ربي طولها في عمرها على ديك الكلام الحلو ديالها وعلى الاخلاق ديالها. الصديقه ديالي سعدتها بهذيك الام ديالها الطيبه وكيدات تهضر وكيدات دير. بغيتكم كاملين على هذه الوصفه اللي عطاتني نشاركها معكم، وبغيت اي واحد يجرب هذه الوصفه يرجع من بعد الشفاء ان شاء الله يرجع عندي ويهضر لي على هذه الوصفه ويقول لي واش فعلا تشافها ومنو حيت هي قالت لك عطاتها لبزاف ديال صديقاتها وبزاف ديال الناس واللي تلاقات معاه وقال لها عنده مشكل ديال الخلعه او لا مشكل ديال المعده جرته مات المعده او لا مشكل ديال بومزوي. تعطي هذه الوصفه وكيولي بخير وعلى خير، وقالت لي نبارطاجيها معكم ونشاركها معكم. ولكن كي قلت لكم عافاكم دعيو معاها الله يسهل عليها ان شاء الله تمشي الحج ولا العمره. بلا ما نطول عليكم اكيد غادي يعجبكم الفيديو، اكيد غادي ديروا لايك على قبلي وعلى قبل الصديقه ديالي ام الصديقه ديالي اللي شفتها هي الفرحه انها شحال من واحد دعا معاها. يعني خطيكم عليا بلا ما نطول عليكم، يلا ديريكم ندوزلكم بسم الله على بركه الله. نبداو باول المكونات وهو الزعتر اليابس. كلشي كيعرف الزعتر اليابس من الاحسن يكون الزعتر البلدي البنات ماشي الزعتره، الزعتر حيتاش كاين فرق بين الزعتره وكاين فرق بين الزعتر. كيف ما كتشوفوا معايا الاوراق ديالو كي دايره، هذا هو اول مكونات هو الزعتر اليابس.
ثاني المكونات وهو سلمية. سلمية البنات يابسة كيف ما كتشوفوا معايا، اوراق يابسة. بغيتو تيبسوها نتوما في المنزل يبسوها، بغيتو تشروها من عند العطار يابسة، ولكن البنات عافاكم تغسلوها، حيت هادشي كيتشرب اي حاجة خصها تغسل مزيان وتديروها في الفران تسخن، يعني تعاود ثاني تشد لينا الاوراق ديالها ويتيبس لينا مزيان، ماشي تحمروها، هي تسخنوها باش تحيد منها هذيك البزوقيه. وانتي الا لبستي السلميه تشري السلميه تغسليها مزيان، تديريها في شي في الفران ولا شي حاجه ودغيا تيبسيها. بالنسبه لي انا ميبسها راسي، ما شارياش من عند العطار يابسه. كيف ما قلت لكم ما كنبغيش انا شي حاجه ناخذها هكاك من غير ما نكون صاوبتها انا، حيت قلت لكم كنحمق على شي حاجه سميتها العشوب. ثالث مكون البنات، وكي قالت لي ام صديقه ديالي ممكن تستغني على الحلبه، اللي ما كتبغيش الحلبه ماشي مشكل ما ديرش الحلبه، ولكن قالت لي من الاحسن الحلبه زوينه، اي وصفه تستعملي فيها الحلبه وما خفتو من الريحه والو. وكي كنت قلت لكم هذا هو الجو او الوقت المناسب اللي تصلحوا فيه المشكل ديال البشره ديالكم، مشكل ديال اي حاجه عندكم في الذات ديالكم، في الرجلين ديالكم، في الوجه ديالكم، يعني في جرثومه المعده، اي حاجه هذا هو الوقت المناسب باش تعالجوا اي مشكل عندكم في الذات ديالكم. ثالث مكون وهو الحلبه، كيف ما شفتوا معايا الزعتر اليابس، الساميه يابسه، والحلبه. عندنا اربعه مكونات فقط. المكون الاخر البنات وهو عرق سوس. كيف ما كتشوفوا معايا انا خديتو لكم هكا عواد باش تشوفوا، بالنسبه للبلدان اللي تيقولوا لي ما عرفوش. ها هو واحد الملاحظه بالنسبه للناس اللي فيهم الضغط او فيهم لا طونسيون، ما عندهم ما يديروا بهذه الوصفه، حيتاش مهم الا لا بيديروا الزعتر ويديروا الساميه، لا الله وعسى، المهم ضروري يكون لينا عرق سوس بالنسبه للناس اللي فيهم الضغط، ولا كيطيح لهم طونسيون ولا كيطلع لهم طونسيون، عرق سوس بلا ما يديروا. هاني البنات كنسيني لها. وبالنسبه للحامل هذه الوصفه ما عندها ما دير بها فيها الحلبه، فيها هادشي سخون، ما عندها ما دير بها المرضع مزياله اللي فيها السكري اللي فيها فقر الدم، عندها مشكل تبو مزوي كلشي، معليش المهم كنسيني على الحامل واللي فيه الضغط. كيف ما كتشوفوا عرق سوس كيكون هكا عود. وها هو البنات مطحن، من الاحسن البنات ما تجيبوهش طحنوه في ديركم، ولكن خذوه قدامكم يتطحنوا، يعطيش لكم في قرعه مطحونه، خذوا بحال هكا عرق سوس وقول لي طحنوا لي قدامي، شري عواد وقول لي عافاك الله يعطيك الصدر دابا طحنوا لي في الطحانه بغيتو هكا قدامي، ما يعطيش لكم. كي قلت لكم راه تيكون بارد ما تيكونش اصيلي. وقال البنات اهم حاجه في لي فيديو هو تستمعوا هادشي اللي كنقول لكم، حيتاش ممكن نتوما يجيكم ماشي فيه فائده، ولكن شي حاجه اللي غتستافدوا منها، شي حاجه اللي غادي ديروها وغادي تنفعكم ان شاء الله. المهم كي قلت لكم شي حاجه هادشي كلشي ما غادي يتحمر، ما غادي يتقلى لينا، ما غادي تطحن، ما والو. يعني المكونات هكا كيف ما قلت لكم اربعه بالنسبه، وبيقولوا لي الكميه شحال، جهد ملعقه كبيره من كل وحده، يعني ما غادي تخسروا عليها حتى 3 دراهم اولا 4 دراهم اولا 5 دراهم كاع لك درتو. يعني كيف ما قلتوا راه هاد المكونات رخاصين جدا، اربع مكونات. دابا البنات ندوزوا لطريقه الاستعمال. طريقه الاستعمال على بركه الله، اول حاجه كنحتاجوا وهي كوكوت. بالنسبه انا كنوريكم طريقه الاستعمال كي قالت لي ام صديقه ديالي، كتحتاجوا بحال هكا كوكوت صغيره كبيره كيف ما عندك، كترمي عليها في هذيك الكوكوت، تدير ملعقه كبيره ديال الحلبه كاملها، دوك المكونات اللي قلت لكم، الملعقه الكبيره ديال عرق سوس، ملعقه كبيره ديال الزعتر، ملعقه كبيره كذلك ديال السلميه. يعني هذوك المكونات كاملين اللي درت معكم كلهم كنديروهم هكا في الكوكوت، كنشدوا الماء يكون فايض، يعني يكون غالي طايب هكا من المقراج. انتكم كي تشوفوا معايا البنات نوريكم كل شيء كما هو من المقراج، يعني حتى خرجت السبوله ديالو، وكتكبي على داكشي، كتكبي الماء، ما تكبيش بزاف، يعني ما غاديش تعمري الكوكوت كاملها، وانما غادي ديري جهد بحال هكاك اتر ونص صافي. من بعد غادي تسدي عليها، غادي تسدي عليها بحال لا بغيتي طيبيها، وانت راه ما غطيبي ما والو، انت غتسديها بحال هكذا، يعني كلشي راه كيعرف تبارك الله يسد لك الكوكوت. وغادي ديري الصفاره تزيريها مزيان، يعني البنات تنتمنى ان يكون نقول لكم كلشي، يعني كتزيريها مزيان باحكام وكديري الصفاره، يعني كي قلت لكم بحال بغيتي طيبيها. من بعد كتخليها ليله كامله، مثلا دابا في الليل درتها
غتخليها تبات في هذيك الكوكوت مسدوده، ما تشعلوش عليها، ماشي غتشعلي على البوطه ولا شي حاجه، لا غادي ديروا في الكوكوت دوك المكونات وغادي تضيفي عليهم جهد اتر ونص ديال الماء يكون طايب، يعني حتى خرجت السبوله ديالو. كي قلت لكم راه كنعاود ونعاود باش انكم ديروا الطريقه اللي عطيتكم ستر صحيحه، يعني كتخرج السبوله ديالو غتسدي على الكوكوت وتبيتيها ليله كامله ديري الصفاره باش ما تنفس وتزيرها باحكام. الى لقيتي ديري فوطه ديريها عليها، ما لقيتي صافي خليها هكاك ليله كامله حتى للصباح. من بعد غنوريكم طريقه الاستعمال ديالها. بالنسبه لطريقه الاستعمال 3 كؤوس في اليوم، من بعد الفطور، من بعد الغداء، من بعد العشاء، نصف ساعه بعد الفطور، نصف ساعه من بعد الغداء، نصف ساعه من بعد العشاء لمده اسبوع. كيف ما قلت لكم الناس اللي فيهم لا طونسيون او فيهم الضغط ما يستعملوهاش، الناس الحوامل الا المرضع اللي فيها السكري، الناس الطبيعيه البنات صغار كبار ما خافوا منها حتى شي حاجه طبيعيه. راه ما يمكنش واحد السيده في داك لاج تبارك الله غادي تعطيني وصفه اللي فيها التفليه ولا فيها شي حاجه اللي غادي تضر بكم. عرفتوا الناس الكبار راه كيكونوا تيديروا شي حاجه طبيعيه، شي حاجه اللي بعيده عن الادويه. كما قالت لي هي نيت ما شربتش شي حاجه كاع، شي دواء ديال الفرماسيان داكشي المده اللي كانت تعاني ديال 10 سنين. قالت لي العشب اللي قال لها شي عشبات تستعملها حتى توخروا لها، هادو هما العشوب اللي توخروا لها. وكيف ما شفتوا ساهلين فاش قلتهم لي تعجبت، يعني ساهل ميه متوفره، زعتر متوفر، اي حاجه متوفره. كيف ما قلت لكم كل من يعاني من بنزوي، كل من يعاني من جرثومه المعده، اللي عنده انتفاخات او الغازات اللي فيه الانصرار، اي حاجه في البطن ديالك كتعاني منها، الالم، الوجع، حتى الشهيه كدير الشهيه حيتاش فيها الزعتر، فيها الحلبه، يعني شي حاجه اللي اكثر من رائعه. نتمنى البنات تجربوا هذه الوصفه وما تبخلوش عليا انكم تقولوا لي واش وافقتكم ولا لا. نوضوا حيدوا عليا من عكز وعالجوا ريوسكم بوصفات طبيعيه سهله غير مكلفه واقتصاديه. نتمنى من الله الى عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا باللايك والدعاء، دعيو مع الام ديال الصديقه ديالي لالا عيشه، دعيو معها بشي حجه الله يسهل عليها، ومن هنا من عندي من عند المنبر الله يعطيك شي حجه والله يفرحك. كي غادي تفرح المتتبعات ديالي وكي غيشكروني ويشكروك المتتبعات ديالي، كنحماق عليكم يا احلى متابعين، وكنموت عليكم، كنكون فرحانه باش كنبان صور الوجه ديالكم. تهلاو ليا فلوسكم، نتمنى لكم الشفاء العاجل يا ربي. تهلاو ليا فلوسكم، كنموت عليكم يا احلى متابعين. سلام.